السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض بإذن الله حل أجدد التمارين التي تأتي الآن في اختبار المحاسب. هنبدأ بإذن الله بأول سؤال بيقول لي قارن بين واحد عرض بائع يبيع 4 إطارات بقيمة 750 ريال، 2 عرض بائع يبيع الإطار الواحد ب 350 والثاني مجانا، يعني ده بيبيع 2 ب 350 يعتبر. طبعا هنا بيقول لي قارن بين عرض، يعني أنا بشوف العرض الأفضل بيكون هو القيمة اللي أنا بختارها. اجي اشوف الاول، اول واحد بيبيع 4 إطارات بقيمة 750، يبقى انا هقول كده 750 عندي قسمة 4 بتساوي كام عشان اعرف الاطار الواحد بيبيعه بكام. 7 على 4 طبعا ما تنفعش، اقرب رقم فيها اللي هو الواحد. هيتبقى عندي كام؟ هيتبقى عندي 3. 35 على 4 اقرب رقم يقبل القسمة عندي اللي هو 8، هيتبقى عندي 3. 30 على 4 اقرب رقم عندي اللي هو 7، وهيتبقى عندي 2 اللي هو 2 على 4 اللي هي بتبقى بنص، يعني طالع عندي قيمة الإطار الواحد في الأول ب 187.5. ده كده رقم واحد. رقم اتنين بيبيع الإطار الواحد ب 350 والثاني مجانا، يعني يعتبر بيبيع إطارين ب 350، يعني أنا هقول كده 350 قسمة 2 عشان أعرف الواحد يعتبر بكام. 3 على 2 عندي فيها الواحد، هيتبقى عندي واحد، أصبح عندي 15 على 2. 15 على 2 أقرب رقم اللي هو 7، هيتبقى عندي 1. 10 على 2 فيها الخمسة، بشوف مين فيهم أرخص، إذا هو ده العرض الأفضل لأن القيمة عندي أقل. مين أرخص عندي هنا؟ 187.5 ولا 175؟ طبعا ال 175، إذا الإجابة باء هي العرض الأفضل. تاني هو قال لي هنا قارن بين عرض البائع، ما قاليش قارن بين القيمة، قال قارن بين العرض. مين العرض الأفضل عندي؟ طبعا باء هو العرض الأفضل. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي إذا كان محمد وخالد يقفان في طابور دائري، فإذا بدأنا العد من خالد باتجاه عقارب الساعة فترتيب محمد سيكون 14، وإذا بدأنا العد بعكس اتجاه عقارب الساعة فسيكون ترتيب محمد التاسع، فكم مجموع الطلاب؟ طبعا عندي هنا بيقول لي إذا بدأت أعد مع عقارب الساعة كان ترتيبه هيكون 14، وإذا عديت عكس عقارب الساعة هيكون ترتيبه 9. طبعا هنا في عندي قانون في الطابور الدائري، بعمل ايه؟ بجمع الرقمين واطرح منهم 2، يعني هقول عندي كده 14 زائد 9 كلهم طرح 2 هتساوي عندي 14 زائد 9 بتساوي عندي 23، 23 ناقص 2 بتساوي 21. إذا مجموع الطلاب عندي في الطابور كام؟ بيساوي 21. أعيد تاني القانون، بجمع الأرقام اللي عندي في الطابور الدائري واطرح منهم 1. طب إذا كان طيب طابور في خط واحد، يعني صف واحد، وقال لي من الأمام ومن الخلف، بجمع الرقمين وبطرح منه 1 فقط، يبقى أنا عندي لما يكون طابور على صف بطرح منه 1، بجمع واطرح 1، أما يكون دائري بجمع واطرح كام؟ واطرح 2، يبقى إذا طلع عندي عدد الطلاب 21، إذا الإجابة رقم ألف. أكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي 4 أس س زائد 1 ضرب 2 أس س ناقص 2 قسمة 8 أس س، كل ده بيساوي عندي جذر 2 أس ص، ما قيمة الص؟ طبعا ما استغربش من المسألة، أمشي معاها واحدة واحدة، سهلة جدا. أول حاجة عندي هنا 4 وهنا 2 وهنا 8، يبقى إذا أخليهم كلهم لأقرب رقم أصغر رقم، يعني عندي هنا الأربعة بتساوي 2 أس 2، يبقى 2 أس 2 الكل عندي كان كام؟ فوق الأربعة كان سين زائد واحد ضرب 2 أس س ناقص 2، الكل قسمة كام؟ قسمة 8 أس س، طبعا التمانية عندي بتساوي 2 أس 3 مضروبة في سين، كل ده عندي بيساوي كام؟ بيساوي جذر 2 أس ص. همشي هنا كده واحدة واحدة، عندي هنا 2 أس 2 الكل أس س زائد واحد، يعني عندي هنا طالما عندي أس مرفوع لأس، يعني بوزع الأس ده، يعني بضربه هنا مرة وبضرب هنا مرة، يعني هيصبح عندي كام؟ هيصبح عندي كده 2 أس 2 س زائد 2، ضربت الاتنين في السين وضربت الاتنين في الواحد، ده كده القيمة الأولى، ضرب 2 أس س ناقص 2 قسمة 2 أس 3 س، لأن أنا عندي هنا 2 أس 3 مضروبة في سين، يبقى بضرب التلاتة في السين تديني 3 س. طبعا عندي هنا 2 أس 2 س ضرب 2 أس س بتساوي عندي كام؟ هتساوي عندي 2 أس
3 س ضرب الاسس عندي جمعها 2 س زائد س بتساوي 3 س، وعندي هنا موجب 2 وهنا سالب 2 هيروحوا مع بعض، يبقى اذا عندي كده بقى عندي كام؟ 2 اس 3 س، ده كده في البسط. والمقام عندي 2 برضو اس 3 س، عندي هنا الرقم اللي هو 2 نفسه موجود في البسط نفسه في المقام، والاس برضو نفسه هو 3 س 3 س، اذا عندي هيروحوا كلهم هما الاثنين مع بعض، هتساوي عندي كام؟ هتساوي عندي 1. يبقى اذا عندي قيمه الطرف ده كده كله طلع عندي بواحد. طيب جذر 2 اس ص هتساوي، اخليها تساوي 1 ازاي؟ امتى عندي الرقم يكون اس ويطلع عندي بواحد؟ اما يكون الاس عندي اس صفر، يعني عندي هنا جذر 2 اس صفر لو عوضت عن الصاد بصفر هيطلع عندي بكام؟ هيطلع عندي بواحد. يبقى اذا جذر 2 اس صفر بيطلع بواحد، يبقى الصاد عندي بتساوي كام؟ بتساوي الصفر. اي رقم اس صفر بيساوي 1. اكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي عددين فرديين احدهما 5 امثال الاخر ومجموعهما يساوي 30، اوجد العدد الاصغر. طبعا عندي هنا افترض العددين س وص، هفترض الس ده الصغير والص هو الكبير. بيقول لي العدد الثاني 5 امثال الاخر، عددين فرديين، الثاني 5 امثال الاخر، يعني الص هنا بتساوي 5 س، يبقى انا عندي كده العدد الاول س والعدد الثاني اللي هو 5 الس، مجموعهم بيساوي عندي 30. يعني هقول كده الس زائد الخمسة س بتساوي عندي كام؟ بتساوي عندي 30. طبعا س زائد 5 س اللي هي بتساوي 6 س، كل ده عندي بيساوي 30. اذا الس عندي بكام؟ هقسم هنا على الستة زي ما قسمت في الطرف ده على 6، هقسم هنا برضو على 6، 6 على 6 هتروح مع بعض، 30 على 6 عندي هتساوي كام؟ هتساوي الخمسة. اذا عندي الس طلعت بكام؟ طلعت بخمسة. الس طلعت عندي بكام في الاخر؟ طلعت بخمسة. اعيد تاني، افترضت عددين س وص، قال لي ان العدد الثاني بيساوي 5 اضعاف الاول، يعني الص بتساوي 5 س، يبقى اذا س العدد الاول هيكون س والعدد الثاني هيكون 5 س. قال لك عندك حاصل جمعهم بيساوي 30، يبقى اذا قلت 6 س بتساوي عندي 30، قسمت على الست عشان اعرف الس الواحده بكام، طلعت بخمسة. يبقى اذا عندي العدد الاصغر هو كام؟ اللي هو الس طلع بكام؟ طلع بخمسة. اكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي اوجد مساحه المظلل، مديني كده دايره بالشكل ده، عايز يعرف عندي مساحه المظلل اللي هو باللون الاصفر. طبعا عندي هنا دي كده مركز الدائره، يبقى اذا عندي كده الملون باللون ده كده هو ده نصف القطر انصاف الاقطار، معطيني هنا الملون باللون الازرق ده ب6 وده ب8، عايز اعرف عندي مساحه الجزء المظلل بتساوي كام. طبعا ده كده شكل مستطيل لان ده ب6 وده ب8، فهجيب الاول مساحه ربع الدائره واطرح منه مساحه المستطيل يعطيني مساحه الجزء المظلل. اعيد تاني، انا عندي دي كلها كده دائره مديني الجزء الاصفر ده هو المظلل، لازم عايز يعرف عندي مساحته كام. فانا عندي كده ده كده عباره عن ربع دائره، هجيب الاول مساحه الدائره واقسمها على 4 عشان اعرف مساحه ربع الدائره بيساوي كام، وهجيب عندي مساحه المستطيل اللي هو باللون الازرق هشوفه بيساوي كام، واطرحها من بعض يديني مساحه الجزء المظلل. هجيب الاول عندي مساحه الدائره، طيب لازم اعرف عندي الاول نصف القطر، اعرف نصف القطر عندي ازاي؟ طبعا عندي هنا ده ب8 وده ب6، اذا انا عملت كده اصبح عندي كده نصف قطر اللي هو من المركز الى محيط الدائره، اصبح عندي نصف قطر. طيب هحسبها بطريقه فيثاغورس، يعني عندي ده ب6 اذا ده برضه ب6 وده هو مديهولي ب8. طبعا من المثلثات المشهوره عندي 6 8 10، اذا عندي نصف القطر عندي بيساوي كام؟ بيساوي 10، يبقى ال 10 دي بتساوي كام؟ بتساوي النق اللي هو نصف القطر. عايز اجيب مساحه ربع الدائره، طبعا عندي المساحه قلنا اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي نق تربيع ط. طبعا عايز اجيب مساحه ربع الدائره، اذا هقسم على 4، يعني عندي هتساوي كام؟ النق عندي ب 10، تربيعها اللي هو ب 100، اذا 100 ط على 4 بتساوي 100 على 4 عندي بتساوي 25، يبقى اذا مساحه ربع الدائره عندي بتساوي كام؟ بتساوي 25 ط، ودي اول حاجه لازم اجيبها. تاني حاجه عندي لازم اجيب المساحه، مساحه المستطيل عندي هو مديني الطول بتاعه ب 8 والعرض عندي ب 6، يبقى اذا مساحه المستطيل عندي بتساوي كام؟ بتساوي الطول في العرض، يعني 8 في 6 اللي هي بتساوي 48. اذا عندي عايز اعرف مساحه الجزء المظلل، ده كده رقم 2. مساحه الجزء المظلل اللي هو رقم 3 هقول ايه؟ هقول مساحه ربع الدائره اللي انا جبته ب 25 ط ناقص مساحه المستطيل اللي هو بيساوي عندي 48، اذا هو ده مساحه الجزء المظلل، مساحه ربع الدائره ناقص مساحه المستطيل. هشوفها عندي هنا في الخيارات، مديني 25 ط ناقص 44، طبعا خطا. تاني خيار مديني 25 ط ناقص 48، اذا هي دي الاجابه الصحيحه.
اكمل بعد كده السؤال اللي بعده، اوجد الحد التالي في المتتابعة 7 13 19 25. عايز يعرف مني الفراغ. طبعا من 7 اصبحت 13، اذا زاد كام؟ من 7 ل 13 عندي زاد 6، من 7 ل 13 زاد 6، من 13 ل 19 برضو زاد 6، من 19 ل 25 برضو زاد 6، اذا من 25 للفراغ عندي هزيد 6، يبقى اذا 25 زائد الستة بتساوي 31، اللي هي عندي الإجابة رقم كام؟ اللي هي الإجابة رقم جيم. هكمل بعد كده السؤال اللي بعده، بيقول لي أحد الأشخاص يصرف 7.5 ريال في اليوم، قارن بين ما يصرفه في 22 يوم و180 ريال. يبقى إذا عندي كده هو بيصرف في اليوم الواحد 7.5، عايز أعرف في 22 يوم هيصرف كام الأول عشان أقدر أقارن. يبقى هقول كده 7.5 ضرب 22. طبعا ال 22 دي اقدر اقسم عملية الضرب عشان تكون اسهل عندي، اللي هي تبقى 7.5 ضرب 20 زائد 7.5 ضرب 2 اللي انا حذفتها، وبعد كده هجمعهم هما الاثنين اشوف الناتج ده والناتج ده واجمعهم. طبعا الصفر عندي ده كده اشطب عليه ويشيل لي العلامة خالص، الصفر يطير الفاصلة العشرية، يبقى اصبح عندي 75 ضرب 2 بتساوي 150. ده كده أول واحدة، 7.5 ضرب 2 اللي هي بتساوي عندي 15، هجمعهم هما الاتنين يبقى عندي كام؟ 150 زائد 15 بتساوي عندي 165. يبقى إذا هو ما يصرفه في 22 يوم بيساوي 165. يبقى عندي كده أصبحت المقارنة بين 165 وبين 180، إذا 180 هي الأكبر، يبقى الإجابة رقم ب. وبكده نكون خلصنا أسئلة النهاردة. اي حد عنده اي استفسار يا ريت يبعته لنا على صفحتنا في الفيسبوك، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتتابعونا باذن الله، هننزل كل ما هو جديد في اسئله اختبار المحاسب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.